إذا مشاهد قناة شكرا، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. ممكن نقص هذاك الضوء خويا شوية؟ دابا على المباشرة سي شفقان عبد الخوي كيفما كتشاهدوا معنا مشاهدي الكرام، بلا شك انكم عرفتوا شكون معنا اليوم، هشام سلطان يوشوبر وكذلك احد ساكنة باشا اللي كان كضربوا غير على المنطقة. اليوم غتشوفوا ان شاء الله واحد وجه جديد، وجه لأول مرة غتشوفوه. هشام سلطان كانوا كيعطوا لي الناس اسكوبار المغرب، علاش كانوا كيعطوا لي بهذا الاسم؟ تحياتي اسكوبار المغرب الله يحفظ خويا. هادشي اللي غتسمعوا معنا ان شاء الله من خلال هذا المباشر، كيفاش دوز بلية، كيفاش دوز انواع او اخطر انواع البلية، كيفاش تخلص منها، كيفاش الحمد لله دابا كنشوفوا بخير وعلى خير، ضاحك ناشط هو هذاك الحمد لله، كيفاش كان وكيفاش ولا، هادشي اللي غنشوفوا ان شاء الله من خلال هذا المباشر. المغاربة كيشاهدوك دابا باش تقول لهم السلام عليكم خوتي، كي دايرين بخير داخل وخارج الوطن؟ تحياتي لكم من هذا المنبر، تحياتي ولاد سباته ولاد السبيطار، تحياتي لكم كلكم العشران والخوت والحباب داخل وخارج الوطن ولاد الزروقات، تحياتي لكم من طنجه لدويره ومن دويره لطنجه. المهم علينا خوتي، انا غادي نعاود لكم واحد الحكايه اللي هي ماشي حكايه، هي الواقع كنعيشوه، واحد الواقع اللي هو صراحه يعني صعيب بزاف الانسان باش يعيشو الا ما جربوش ولا ما عرفوش، انا ما غاديش يعرفو اصلا. يعني كنهضروا على واحد الدمار الشامل اللي هو يعني واحد البليه، وهي بليه ماشي اي بليه، ماشي كاره ولا نقولوا شراب ولا نقولوا حشيش ولا كيف. هاد البليه دي يعني من النوع الخطير تاع البليه، يعني ستاج الاخر تيقولوا لي ستاج الاخر، وبصح حنا شوفوا راه ستاج الاخر. يعني هاد البليه اللي هي بالمسمى يعني بمسمى الهيروين، بلا ما نقول لك البوف، البوف هذه راه خلاها بلاتي هذه من بعد، اما هاد الهيروين اخوتي يعني شي حاجه اللي صعيبه بزاف. المسمى بالهيروين كابايو اسباني كيقول لي كابايو هيروين، يعني هيروين شي حاجه خطيره بزاف. وهاد الهيروين هذا الانسان باش كيتبلى بها وكيفاش كيدخل لها، يعني بقوه، يعني بقوه ما جرب بجميع الدروغ باش يحيد ربما حيت يقول اكتئاب، كل عنده مشاكل، كل عنده مشاكل مع لا فامي مع المراه مع الاولاد مع الخدمه مع هذه، بقوه ما كاين ما يدار كيتلاح، يقدر يشرب يقدر يكمي يقدر يتقرقع بكثر هذه، ولكن ملي كيوصل لواحد الستاج اللي كنقولوا حنا هو الستاج الاخر هو الهيروين. وهاد الهيروين هاد البليه خاصه، يعني بليه خاصه يعني من مواد صلبه، وماشي اي مواد صلبه، يعني اي مواد صلبه عندها يعني حتى هي عندها حل تاع الهيروين، ولكن الحل ديال الهيروين صعيب بزاف، ودابا انتشر بزاف عندنا حنايا في كما كنقولوا حنا راه كاين في المغرب، ولكن ما كاش في نقولوا حنا كازا. يعني حنا دابا في كازا، تحياتي ولاد كازا وبنات كازا ولعائلات كازا. الهيروين الهيروين اخويا الهيروين يعني كيفاش كيتصايب، يعني ما غاديش نقدر نقول لك كيفاش كيتصايب، ولكن نقول لك انا ملي كيجي وفي كين وكيفاش كيطلع، هو كيطلع هو في شجره. كيفاش كيصايبوه الناس اللي كيبغيو يتناولوه؟ هو اصلا هو نبته، اي كما اي الانبات، يعني نبته كيف بحال النبت. كيفاش كتبغي ديرو كيفاش كتشتي كتبان؟ يعني كيفاش كتكونسوميه ولا كيفاش كتصايبو؟ كيفاش كتكونسوميه؟ كل واحد كيفاش كيكونسوميه؟ في الاول كلشي كيكونسوميه، كاين اللي كيكونسوميه بالنيف بحالو بحال البيضه، وكاين اللي كيكونسوميه في سطانيولا في بابيل الومنيوم في بريكه، يبقى طالع هابط تابع هذيك النقطه حتى كيولي في نقاط هما، يعني كاين اللي كيشم وكاين اللي كيكمي، ومن بعد الشمان والكميان ما كيبقى يدير والو، شحال من واحد مات اوبردوز ولا كيدق في العروق، وهي الهيروين اصلا كتحرك العروق، اي برق خلين يعني برا كتضربها في العرق كيولي كحال صافي كيموت، ممنوع تعاود تدق فيه، يعني الا خشيتها في العرق ما كيبقى دير لك والو في نفس العرق، يعني بحال دقيتي في هذا العرق اليوم خاصك تقلب على عرق، وكتبقى ديما تبقى تقلب على ذاك العرق اللي هو حي، حتى تولي توصل تضرب حاجتك بحجرك، تضرب في رجليك، تضرب في اي قون تشفع عنقك، حتى كيموتوا العروق كاملين. ملي كيموتوا العروق كاملين كيولي هو يزيد في لادوز في الدوزا، ملي كيزيد في الدوزا كيموت باوفر دوز، كيتفرقع عليه القلب، والاكثريه كاملين هادو اللي كيدقوا البراوات كلهم يعني تقريبا في الموتى تاع اصحاب الهيروين كلهم ميتين غير بالبرا. اما دوك اللي كيكميو، واحد السيد الله مات مؤخرا، سمعت عليه من عند شي صحاب، حتى هما راه الله يهديهم الله يعفو عليهم، مات بقوه زاد في اوفر دوز، ولكن ما زادش في العرق، ما زادش ما كيضربش في العرق، غير زاد في الكميه، حيت الهيروين مجهده بزاف حيت هي سخونه. شو كتزيد الهيروين للناس اللي كيتعاطاو ليها باش كيحسوا؟ والاحساس على الهيروين هو كتنسيك على الحياه، اللي كيكمي الهيروين ما كيحملش الماء، ما كيبقاش يعوم، كيبقى ديما موسخ،
اللي كيكمل الهيروين كاع اللي مبليين بالهيروين، واخا تلوحو طرف حاشاك في طارو الزبل بحال عايش في قصر. يعني هذا كاع اللي مبلي بالهيروين، ولو تخشيه في زباله حاشاكم اخوتي وتعطيه ديك الكميه ديال الهيروين ما على بالوش. شنو كيقول لهم دماغ زعما ماشي البوفا؟ شنو كيقول لي راه زعما غينسى دابا دابا البوفا؟ يعني بعد نهضروا على الطريقه ديالها والاستعمال ديالها. ونهضروا على لادوز، لادوزه ديال الهيروين، لادوزه ديال الهيروين. يعني الانسان صافي ما بقاش حامل، ما كيبقاش حامل الدنيا، ما كيبقاش كاع مسوق الدنيا. اين فوا كيضرب بابيلا جوج بابيلا ربع ولا جربوها، واخا واخا ينعس في الزنقه ما على بالوش. غلط كبير. غلط كبير. ما على بالوش. هو دابا ما دخل هذا الميدان ديال الهيروين ما غتلقاه مهموم ديال بصح، يعني عنده مطاريق ديال بصح. وهذيك الهيروين وهذيك الهيروين، يعني الانسان كيكون مهموم، لا فامي، خدمه، مريح، مشاكل كذا، كيلقى راحته. ياخذ هيروين بشحال ديال الهيروين؟ الهيروين هذا هو شحال ديال الهيروين دابا راه دايره 120 درهم، يعني بابيلا صغيره 120 درهم. باش انه باش يستعمل، باش يرجع بنادم، ماشي باش يتبوق ولا دابا في الاول. ولكن اللي عنده 120 درهم علاش غيمشي باش ياخذ واحد ولا دير باش ينسى الفقر زعما مثلا؟ راه عنده 120 درهم. دابا المشكله ماشي الهيروين، حنا كنقولوا الفقر هو اللي كيدخل الهيروين، راه كيدخل المشاكل. عندك مشاكل عائله، راه عندك اكيد اللي عنده ديور ما بقى عنده والو بهذا السبب هذا، بهذا البلي هذه. واش قال دابا راه جاي لقى راه حشي في الهيروين، ملي كيضرب هذيك الهيروين كينسى المشاكل، كيقول الله صافي عائله الاولاد تاش منينو باش ثاني كلشي يموت، كيضرب عاوتاني ربع اخر كينسى هذيك المشاكل ديالو كامله، كيبقى يضرب 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 يضرب، كيجي واحد كيلقى زيرو درهم، مش كيولي يدير، كيبدا يبيع حوايج ويهزل دارو، يقدر يخوان، يقدر يخطف، يقدر يمشي للشوارع، يقدر يولي يدير بزاف ديال الحوايج ديال الاجرام غير باش يحيد المونو. اما في الاول كنت كتعطيه هذيك هذاك لادوس، كنت كتعطيه واحد النشاطيه، كان كيحس براسو بخير وكينسى بحال هو كما نقول هو الامبراطور. اين فوا كيضرب فيها سيمانه جوج سيمانات، شهر شهرين، كيزيد ثلاث شهور، هذاك الربع ما كيبقى يدير ليه والو، هذاك الربع كيبقى يرجعو كما كان هو في الاول. يعني ولا ما استعملوش، واو واو بز منه يستعملو، خصو يستعملو بز منه. علاش خصو يخرج لواحد من هاد الدوام؟ كيفاش كيفاش انا نقول بلاش نقول لك كيفاش خرج اخويا ايمن، سمح لي غنقاطعك، انا كنقول لك كيفاش كيوصل الانسان لواحد المشكل كبير. هو كيدخل راسو في مشكل كبير، هي كتعطيه في الاول السعاده وكتعطيه كل شيء، يعني كتعطيه اي حاجه، كتعطيه هذيك العيبه تاع كينسى، كينسى المشاكل ديالو، كينسى المشاكل الدار، الاولاد اللي عنده خدمه لما بقاش خدام هذيك كينساها. ولكن المشكله في كين ملي كتقاد عليه، ملي كتقاد عليه الفلوس وما عندوش باش يجيبهم، وخاصو اوبليج الصباح يفيق. كيف غيفيق الصباح؟ اول حاجه باش غيفطر خاصو يفطر برا داك الربع ديال الهيروين، هذيك بابيلينا خاصو يضربها. الا ما ضربش هذيك بابيلينا اسهال، الاولى اسهال. كان راه معاك بصح، مي كل ما يشرب اسهال، كيولي يهضر بحال فيه عفريت لداخل، هو مقطوع كتسمع ارا داكشي ديال داكشي تيخرج منه. المهم انا نجي معاك ان شاء الله ونديرو شي لايف اخر على هذا ونفسر لك كيفاش علاش كيخرج هذا بهذيك القطعه ديالو، حيت ما كاينش، ما عندوش هذيك لادوس. الثانيه العظام ديالو كيدقدقوا عليه. الثالثه كتشدوا البروده، تخيل في الصيف، الصيف كيلبسوا تريكو جاكيطة، عباد الله معريه في الصيف بيلاتس ماطي كي اللي عريان، ومول الهيروين ما كيتعراش، ما يقدرش يتعرى. حاجه وحده باش يتعرى خصو يضرب، خصو يضرب واحد نص غرام ديال الهيروين عاش ممكن يقدر يرجع بشار بحالو بحال هذيك المصيف. خويا دابا جرب شي هاد الشيء، كيفاش تخرجش منه؟ خويا كيفاش خرجش منه؟ دابا راه كاين، دابا هو سونتر، كاين سونتر، كاين سونتر، سونتر كاين، هو كاين ديال سونتر، هو كاين في 21 غشت، كاين ديال المدمنين. الأول خاص في العزيمة. هو كاين سونتر، وبنادم واخا كيشرب الدواء، بنادم كيبقى يكمي، حيت هي كتبقى الدور في الراس، هي بحال شي ابليس اللي تكلف في الاول كيدير هذيك هي بحال شي شيطان راكبك. ها هو الدواء عندك، كلشي عندك، ولكن هي كتبقى الدور في الدماغ هذيك النشوه ديالها. بحال شو عنبلي بالجوانات كذا خصو ضروري يفتح جوان بحال هكاك، هي ضروري هي هذيك النشوه ديالها وديك الريحه ديالها، هذاك المدمن لا يعني ملبوس بها، مسكون بها، خصو ضروري. وما يقولش لي زعما الا هو لا كرهها، علاش؟ غتوصلوا لواحد النقطه اللي غادي غيمرض في حياته، غيتعذب في حياته، غيتحتقر في حياته، غيكرهوه في حياته، غادي يمرضوا لي حياته. المهم خويا دابا انا قلت لك يمكن واحد السونتر ديال الادمان هو تحت عندنا حنايا في كازرا معروف. يعني واحد النهار صافي طلع لي الدم، تعصبت، وليت كنشوف راسي ضعفيت، وليت كنوزن 105 كيلو. اما دابا الحمد لله، الحمد لله وملك الحمد،
توليت كنوزن واحد 55 كيلو مع 90 كيلو مرض صافي تعصبت اول شي شد شي نقش في راسي انا عرق بعرق حتى شد الدنيا اش غندوي معاه والدنيا ما تستاهلش صاحبي تقشر راسك فيها حتى ميت ميت وصافي واحد العزيمه طلع لي الدم ومشي كناخذ الدواء مشيت 3 سنين وانا كنشرب الدواء كنشرب ميطادون سميتو ميطادون دواء كنشربو هو داك الدواء بقى كيساعدني باش مابقاش نستعمل الهيروين ونيش هذيك الهيروين انا كرهتها يعني شفت منهم 20 ديالي ماشوا مازال شي لايف خور ان شاء الله الثاني لايف ونعاود لكم 20 ماشوا هما كاينين بدون مسمى هما حدايا كيسكنوا حدايا في الدربه هو الدرب الاول واحد كيسكن الفوق ماشوا بالهيروين وعما شي ناس اخرين كنعرفهم هادو 20 ما نروح نروح صافي انا كرهت راسي يعني كرهت الحياه ما حياتش بنادم باش يخلص رزقه باش يرجع بشر كما كان ما علينا بقيت كنضرب في هذاك الدواء كنضرب في هذاك الدواء داز هذاك الدواء تيشرب فيه اللهم لك الحمد بخير واحد النهار داز على 3 سنين شنو قلت قلت هذاك الدواء ما عندي ما ندير به لان هذاك الدواء حتى هو هذاك كيتسمى حتى هو هيروين بورا هذاك هيروين بورا هذاك هذاك الليكيد والاخرى غبرة يعني حتى هو كيقشل القلب حتى هو هذاك الميطادون هو كيساعد الميطادون كيساعد 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 الامبلين ولكن حتى هو راه كثر القطعه ديالو والمرض ديالو كثر من الهيروين صافي ونحقد قلت الله ما بقى نعاود ناخذ هذاك الدواء وتحياتي من هذا المنبر السبيطار المساعدين تحياتي نسمي الدكاتير عادي نورمال اختي ايمان الدكتوره ايمان اللي كاينه تما والمديره سندس الرئيسه تاعهم وعمالك سي عمالك تا هو الدكتور صراحه عاونوني وقفوا معايا وداروا معايا يعني جميع صراحه داروا معايا جميع الحلول باش حيدتها وما بقيتش تمشي عندهم صدفه هما دابا ما بغيتيش تبقى تمشي تاخذ الدواء خصك تمشي عندهم تقول ما نبقاش غنجي انا ما بقيتش تمشي هما كيتسناوني نهار الثلاث ناخذ الدواء ما بقيت تجيش عندهم اليومي هذا ما بقاوش شافوني ان شاء الله غنجي نسلم عليكم كاملين والله والله يرحم بير الوالدين ان شاء الله غادي نكمل ان شاء الله شوف خوتي انا نقول لكم واحد الحاجه يعني الله يهديكم الشباب كاع اي واحد بغى يطلع الهيروين واي واحد سمع لي مبلي ولي مبلي بغى تبلي خوك المسلم نعرت الله عليك هذه الاولى الله يعفو عليك تما شحال من واحد خويا امن بنوصل لك واحد الوصيه شحال من واحد تبلى بسبب صديق شحال من واحد تبلى وشحال من وحده تبلات غير بسبب صديق هنا هنا في السبيطه وخارج السبيطه كيريح معاه الاخر كيجبد كذا تيقول لي واه كضرب حاجه نطره تعيش الحياه يا صاحبي تعيش الحياه كتعيش العذاب كتعيش العذاب اصاحبي ودخلتي معاك قومان ديال البشر العذاب ما بدنا نقول لكم الله يعفو لك شحال من واحد داب اقسم بالله شحال من واحد انا حضرت لهم تيكمي مبلي يعني باش هو ما بقاتش عنده المصروف باش يشري الكميه اش كيدير كنجيب واحد كيبرك حدايا كذا كندخلو كيضرب ربع النظرات كتعجبو باش هو يولي يخلص عليه الكميه هذا هو القالب ديال المبليين دابا الله يهديكم ما قديتيش عليها بعد منا لا ما تدخل هذا ولد دربكم صاحبتك شحال من واحد دخل صاحبته لهلاك شحال من واحد دخل اخوتي اقسم بالله صاحبه مسكين ما كانش كيعرف ما كان كيسمع ما عمرو سمع بها ولا مدخلوا ليها وتحياتي لكم حلقه اخرى ونعاود لكم بزاف ديال الحوار على الهيروين والبوفه ان شاء الله.